كشف تقرير لوزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 196 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 88 مليون دولار. أضاف التقرير أن الإفراج شمل 158 ألف طن من الذرة بحوالي 57 مليون دولار وحوالي 38 ألف طن من فول الصويا بقيمة 27 مليون دولار. أيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار. هذا وتواصل وزارة الزراعة التنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.